فما مشاريع قاعدة تتعمل رغم اللي احنا معناتها مانيش راضيين عليها، مثلا القناطر اللي قاعدين يتنفذوا، فما حاجات قاعدة تتنفذ لكن ماهيش بنفس التطلعات نتاع المواطن في صفاقس. معناها احنا صحيح برنامج كيما هذاك دفعنا عليه وقت كان قداش من عام في القجورات، دفعنا عليه وصار وتنفذ وخذينا الاعتمادات وبدات التنفيذ، لكن مش كان هذايا المواطن عنده برشا حاجات ما تشوفش اللي كان في وسط صفاقس في الولايه كامله في المعتمديات الكل، الناس كل تنتظر في برشا حاجات. احنا شو نقولوا المشكل اللي في تونس توا حقيقه احنا لا نعرف من يحكم ومن يعارض في تونس توا. الأزمة السياسية انعكست، حتى أنا كفاطمة مسدي كنائبة شعب ما عادش نعرف روحي أنا في المعارضة ولا في الحكم، على خاطر احنا عندنا أزمة سياسية كبيرة في تونس. الأزمة السياسية هذه اخلقها في جزء ما يتحمل مسؤوليتها الأحزاب كما تتحمل مسؤوليتها الحكومة.